صواريخ الفضائي لهم فوائد كثير واستخدامات كثيرة كافية للسوق العالمي للصواريخ الفضائي فوق يعني 300 مليار مو مليون مليار دولار عالمي. أنا أفضل أن أشتغل على الشيء أحبها يعني شيء يعني حلمي أكثر من أدور المعاشات العالية، لأن ما عندنا دعم من أي جهة خارجي. نحاول نوفر فلوس شكثر ما نقدر. فهد الفهد هو العضو المشروع الثالث ومهندس كمبيوتر ويشتغل في برمجة وتحكم الصاروخ ونظام التتبع. إذا نتكلم عن كياس آر 1 إن شاء الله يعني يكون جاهز بتاريخ 20/1، وبعدها إذا حصلنا إن شاء الله تصاريح اللازمة عشان نطلق الصاروخ نطلقه وناخذ المعلومات. من ناحية المال إحنا شخصياً ندفع، يعني أنا شخصياً أدفع من إعانتي حق المشروع، نفس الشيء سليمان يدفع وفهد من معاشه. إذا حصلت دعم من دولة ثانية أو شركة ثانية لا ما راح أروح، يعني الحلم أن نطلق أول صاروخ فضائي كويتي وما راح نستسلم ولا راح نوقف لأن هالحلم يتحقق بأرض الواقع، لأن مني أنا ما قاعد أحقق حلم حقي، أنا قاعد أبني البنية التحتية حق أجيال جاية. يعني إذا إن شاء الله المشروع لما يصير راح يكون إنجاز تاريخي يسجل باسم الكويت ويذكر حق آلاف السنين يعني.